السلام عليكم. كما تعرفوا اليوم المحكمة الإدارية رفضت طعون جميع المترشحين. المحكمة هذه الإدارية اللي البعض استناها والبعض عاطي فيها شوية أمل، وإحنا كتوانسة ما عاش عنا أمل في حتى شيء. دونك رفضت الطعن تاع منظر زنادي، رفضت الطعن تاع عبير موسي، رفضت الطعون الكل انت على المترشحين الكل، يعني ياكم تشوفوا فيها. دونك اليوم بان بالكاشف انه زايد الحديث مع انسان باسط يده على الدولة كاملة. دونك الحل الوحيد يا توانسة ديما كما نقولوا هي المقاطعة الشعبية، ونمشيو في تحرك هذه التحركات السلمية. شعب كامل يهبط كل احد، مش نهبطوا نهار 24 كما هبطنا نهار 13 اوت، مش نهبطوا 24 خمسة نهار لحد الجاي 25 أوت. وتبدأ التحركات هذه كل جمعة وكل أسبوعين مع الضغط الدولي، مع أن نعمل استمارة شعبية لرفض بقاء قيس سعيد، مش تكون قدام العالم، لأن المقاطعة اليوم، المقاطعة الشعبية اليوم راهي سلاح، سلاحنا ما نجموش نعطيوه شرعية. السيد هذا اللي هو تحيل على إرادتنا، اللي هو عنده هيئة لا مستقلة متحيلة، وهيئة تزور الانتخابات، ما نجموش نعطيوه شرعية الانتخابات مزورة، ما نجيوش نعطيوه شرعية ونشاركوا في الانتخابات هذه اللي أقصى فيها أغلب المترشحين وهي انتخابات مزورة. ما نجموش نعطيه شرعية الانتخابات رئيس هيئتها فاروق بوعسكر، فاروق سطور اللي هو رئيس حملة قيس سعيد، اللي مش يزور كالكسوا حتى الدعم أي واحد ما غير قيس سعيد، الدعمش حتى العياشي ولا المغزاوي، راهو مش يزورها قيس سعيد وما عاش فيها أمان. دونك الحل الوحيد نمشيو بالعقلانية بالسلمية. هذا إنسان تحيل علينا، هذا إنسان يمشي بالحرس ويمشي معناها بوشلطة، دولة ردها دولة بوشلطة معناها أبارامورا، وكلمهم الصباح في الواحد فهمتي، ويهدد في القضاة ويهدد في كل شيء. دونك ما علينا فيه، احنا ناس عقلانيين نمشيو بالتحركات السلمية. اليوم على المحامين ومكونات المجتمع المدني والمنظمات تتوحد. اليوم رانا الكل تحت درابو تونس، تحت درابو تونس يعني، ومبادرة نحن الشعب، الناس كل تدخل تحت درابو تونس، تحت درابو تونس. مش نهبطوا الأسبوع القادم لحد الجاي، وباش نوليو كل أحد نهبطوا بأحزابنا بمنظماتنا بمجتمعنا المدني بالمثقفين بالنخبة المثقفة بالمترشحين بالكل، ويبدأ النضال وقتها، النضال السلمي كل جمعة كل أسبوع، نوريه للعالم أن هذا الرجل أصبح عبء على العالم وعلى الشعب التونسي. هذا الرجل تحيل، هذا الرجل ما عنده حتى شرعية، لأنه اليوم كان مش نمشي ونشاركه، رانا ماشيين نشاركه في جريمة، وهذه جريمة في حق الشعب، ولا واحد مش يشارك فيها الجريمة الانتخابية المزورة. هذا هو يتوانسة، هذاك ابتلاء من عند ربي، راهو سهل خروج السيد هذا، فقط توحدوا ونمشيوا بالقانون الدولي والقانون يعني بالسلمية. ولازلنا إن شاء الله تحضر هالأيامات يجينا القبول الرسمي من المنظمة الدولية، يعني منظمة النظم الانتخابية إيفاس، وتجينا يعني أكيساسيون داكسبتابل من منظمات دولية على الاستمارة الشعبية لرفض بقاء قيس سعيد، حتى بعد هو كيزورها الانتخابات نسبة المشاركة يحطها 25 وكذا، غير مقبولة فهمت. دونك بلي احنا اليوم لازمنا نعذبوه كما هو قاعد يعذب في شعبه. احنا اليوم مش نضربوه في الصميم بالمقاطعة، المقاطعة الشعبية خليه سيبه. شنو ورا حسيت يقول لك المقاطعة تخدم قيس سعيد؟ هاك مش تحط انت نمشيو مع زمال ولا مع مغزاوي؟ والله العظيم مش يربح الشعبية على ظهورنا، ما يتحيلش علينا انسان جاهل متحيل عدو شعبه، ردها دولة بوشلطة. بوشلطة اليوم ولا يتحكم في قيس سعيد؟ بوشلطة اليوم ولا معناها يتحكم في قيس سعيد ويحب يقعد؟ علاش مش تقعد؟ تونس ليست الجزائر، تونس ليست مصر، مصر عندها عالم آخر ومدينة إدارية وعالم، والجزائر عندها غاز وعندي، ايش عندكم؟ شعب كامل ضده السيد هذا قيس سعيد. دونك برو إن شاء الله هذا هو، وأنا كنت متوقع رفض جميع المترشحين. ما نحزنوش برشا،
هذا متوقع، هذا إنسان يحب يقعد على جثة الشعب التونسي قيس سعيد، ونمشي بالتحركات السلمية كل جمعة ولا جمعتين، نبدأها من الجمعة الجاية وإحنا رايدين مرتاحين، هذاك حقنا. مش كي معناها من هنا حتى 6 أكتوبر ولا حتى سبتمبر، معناها شهر ديسمبر، تتواصل التحركات هذه الغير مسترسلة لطوفان قرطاج لإزالة العدو بكل سلمية. حتى السيد هذا يعني ياخذ درس في العالم وتو يطيح ما عنده. أنا نقول لكم ديما، نقول لكم راهو قيس لن يكون رئيس لمطلع 2025، ولا التفاصيل ولا البقية تفاصيل، فهمت؟ دونك عادي جدا، متوقع رفض المحكمة الإدارية، مش ترفض اللي كانت عندها تاريخ سابق، لأنه قيس سعيد حاطط إيديه على كل شيء. قيس سعيد يخدم بالحرس وبالبوشلطة طوى، فهمت؟ وهذاك هو، فهمتني؟ ونا نحب نقعد ونا راني، وبالرغم اللي هو فاشل وعمل الريحة في العالم وأصبح مكروه في العالم. هكم شفت وزير الخارجية نتاعو نبيل عمار كيفاش قاعد في الصف نتاع الصحفيين، معناها حقروه جملة، فهمت؟ عاش عنده قيمة السيد هذا. إن شاء الله قريب جدا ترجع المحاكم الدولية تو تصدر فيه قرارات كبيرة ياسر، مش تكون كبيرة ياسر، أما ما نعطيه الشرعية، نسبة المشاركة ما يفرحش بها. نجحوا المقاطعة نتاعنا، كل جمعة جمعتين نهبطوا بنسانا برجالنا بالمنظمات نتاعنا بالسلمية، نقعدوا في شارع حبيب بورقيبة ونعبروا على راينا، نمشيوا على رواحنا، نخدموا معاه بذكاء. شكون هو بذكاء كي تهبط تواصل كل في كل ولايات وقد أمام المقرات ابتداء من لحد 25 أوت، ونعملوا لهم بعد كل جمعة كل جمعتين نعملوا له تحرك والسلام عليكم ونزيهم والتقارير، ما تحكيش معاه. هذا دولة ردها دولة بوشلطة، هذه بلاد ردها لنا 50 سنة التالي. هذا إنسان أفشل رئيس في تاريخ الإنسانية، العالم قال لك أفشل رئيس، إنسان يكذب، إنسان متعيل، إنسان فاشل، إنسان عائلته الكل عكعكوا أكثر من طرابلسية، إنسان مسؤوليه الكل عكعكوا أفسد مسؤولين في تاريخ الإدارة التونسية، إنسان ما دخلش الحبس محاسبة ليه سكر عليهم تعيك. قيس سعيد حاس ما حاسبش، قيس سعيد دخل المبلغين على الفساد، ودخل اللي ينقدوه، ودخل المدونين، ودخل الصحفيين، 80% اللي هذا هما اللي في الحبس. شو اللي حاسب؟ شو اللي جابه لك؟ جاب لك الاحتلال الافريقي، يعني العمالة اللي يحكي عليها قيس سعيد هو اكبر عميل، هو خاين وعميل المخابرات الايرانية وعميل ميلوني، جاب لنا الاحتلال او طب مش يجيب لنا الايرانيين والشيعة. طب ما تزيدش معايا عايش خويا، احنا شعب مثقف، شعب 7000 سنة حضارة، مستوانا أرقى من قيس سعيد. التوانسة الكل عندهم المرارة، والتوانسة حزان على بلادهم. حل وحيد إن شاء الله تتعدى الاستمارة هي تطبيق على الأبل ستور اللي مش يكون أمام العالم الكل، إنه أكثر إن شاء الله توصل لجزء ملايين ونوصلوها حتى جزء ملايين 3 ملايين، إن الشعب ضد قيس سعيد، وهذا متأكدين منه. إن شاء الله ناخذوا الأكسبتاسيون موافقة ونخرجوا التطبيق هذا على قريب، تطبيق حتى ما يزورش الانتخابات، لأنه اللي معاه متحيل اللي هو فاروق بوعسكر هو محل تتبع دولي، وإن شاء الله على قريب بطاقات، يعني بطاقات جلب ستصدر في حق المجرمين هذوما اللي تحيلوا على إرادة شعب. هذا هو، أنا من الأول قلت لكم المقاطعة لا نعطيه الشرعية ولا نشارك في هذه الجريمة، فهمتني؟ ما نشاركش فيها، وحتى كان تمشي لأي مترشح تو مش تدعمه بالطبيعة، مش يطلع قيس، مش أنت تو مش تساهم، مش أنك تشارك في الجريمة هذه، المقاطعة الشعبية الشاملة والتحركات السلمية والوحدة الوطنية. هذا هو الوحدة الوطنية، لو توفرت سننتصر على هذا الجهل. يعني ما تكسرش راسك، ولو يحط البوشلطة ولو يحط معها الجيش، شو الجيش تنقولوا الأمن الرئاسي والجيش طلع لهم في الميزانية كل شيء، بعد الشعب كي الكل ضده يخرج، معناه كل جمعة يخرج الشارع في تحرك طوفان، بعد يكسيبه تو يدور عليه هو مرة. هذه هي، لأنه ما يعرفش العقيدة الأمنية والعقيدة العسكرية، يحسب روحه يخدم بالحاكم ويخدم هذاك، هو هكا مخه معناه جيعان، وحطيته في قصع كسكسي، رد بالك لجيعان، هذه عقبة الواحد جيعان تحطه معناه للأسف معناه. وهذا هو، وإن شاء الله يتوانس تونس برجالها، وإن شاء الله ما فمك الخير، والسلام عليكم.